برنامج موهبة لإثراء البحثي المقام في جامعة الملك سعود والذي يتخصص في مجال تقنيات النانو وعلوم المواد، هذا البرنامج ابتدأ العمل عليه منتصف شهر رمضان الماضي، محاولة انتقاء أفضل المتخصصين العلميين والباحثين لمواءمة تطلعات الطلاب البحثية. في هذا البرنامج حاولنا التعاون مع مراكز وكراسي أبحاث مميزة وعالة المستوى للخروج بأبحاث رصينة. صراحة البرنامج هذا أنا حصلت على توصيات كثيرة عليه من أكثر من جهة، مثل المدرسة والمدرسين والأهل. كان قرار صعب أني أخذ لأني أنا ساكن بالجنوب، أنا جاي من أبها، واتخذت القرار والصراحة ما ندمت. كان البرنامج جميل جدا وفاق جميع كل التوقعات. كان البرنامج ممتاز، لا من الناحية التعليمية ولا أيضا من الناحية التجربة جديدة، يعني برنامج كان ممتاز جدا. وإن شاء الله البرنامج هذا ما هو إلا المرحلة الأولى لصعودنا للآيسف إن شاء الله. تخصصي في برنامج موهبة الإثرائي البحثي هو الكيمياء، وبحثي عبارة عن CO2 reduction reaction by electrocatalyst to formic acid، وهو عبارة عن أن نأخذ غاز ثاني أكسيد الكربون اللي هو غاز مضر في البيئة ومن أكثر مسبباته ضرراً اللي هو global warming الاحتباس الحراري، فنحوله إلى مادة الفورميك أسيد واللي تعتبر نفس الوقت كارير الهيدروجين. أنا دخلت هذا البرنامج والاسم البحث Carbon Fiber Reinforced Epoxy Composite Cutting Edge for Running Blades. هذا البحث يتكلم عن كيف استخدام الكربون فايبر لتصنيع الأطراف الصناعية وتسهيل حياة مبتورين الأطراف الرياضيين.